يعني إياس خليني أسألك، يعني ما شاء الله، متى تنبأت أو حسيت كوالد أنه يعني بنتك أريج موهوبة؟ الحمد لله، أنا رزقني الله عز وجل بتسعة من ما شاء الله، الأولاد خلي عمرك. والبنات، آمين. أكبرهم طبيبة، وأصغرهم الآن تدرس في علم الروبوتوا. جميعهم ولله الحمد حظوا باهتمامي واهتمام أمهاتهم ولله الحمد. لكن أريج وهي في المرحلة الابتدائية، رأيت عليها بوادر النبوغ ولله الحمد. وكان حقيقة هناك الدكتورة أمل الصايغ هي التي اكتشفت بعض مواهب هذه الطفلة الصغيرة، طيب ما يعني ما حثتها على الدخول في إيه؟ موهبة، وبالفعل انتقلت بابنتي إلى منطقة الرياض، وعمل لها التسريع وسرعت من أولى متوسط إلى ثالثة متوسط بفضل الله عز وجل، واجتازت. ثم بدأت على أعمال بحوث كثيرة، من ضمنها الفريست ليج، وشاركت فيه ومثلت في مثلت المملكة في هيوستن في أمريكا، ولكن للجائحة هي التي منعت من مشاركتها هي وزملائها. بعد ذلك شاركت في عدة أبحاث ولله الحمد، ومن ضمنها مشروع الكيمياء الذي قدم في هذا البرنامج. طيب والحمد لله في ما شاء الله سنوات، أي نعم، شاركت أكثر من مرة ولكن ما حالفها الحظ، وهذه المرة ولله الحمد فازت واكتسحت بإذن ولله الحمد. طيب كوالد كوالد ما شاء الله، والوالدة تقول لهم يعني لكم أثر يعني في تبني موهبتها ودعمها وخواتها وأخوانها، لكن التساؤل يوم أنها شاركت ما فازت شاركت ما فازت، كيف كنتوا تتعاملون معها؟ العجيب كنت دائما أعلقها بالأمل، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، ودائما أردد لها وما توفيقي إلا بالله ولكل مجتهد نصيب. فغرست فيها ولله الحمد هي وإخوانها، ولذلك حاولت خمس مرات بناء على هذه القاعدة التي أسستها لها. والغريب أستاذي الكريم أنه لما عرضت الأسماء في اليوم، الدكتور باسل أخبر في البداية وهي تحضر لهذا النجاح أصيبت بنوع من الإحباط، خاصة لما شاف يعني رأت أن هناك عدد كثر من المشاركين، أكثر من 1200 مشارك، وبعضهم تدعمهم شركات ضخمة، يعني تعتبر شركات عالمية. وجاءتني في حالة محبطة، كانت محبطة جدا. ايش قلت لها؟ ولكن عطني 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 الحوار اللي دار بينك وبينها. والدكتور نزيه والدكتور باسل والأخوات جميعا، الدكتورة سارة وغيرهم، حاولوا حقيقة تخفيف الوطأة، ولكن هي كانت في وطأة. فسبحان الله، لا إراديا قلت أقسم بالله العظيم يا ابنتي أن تفوزي وتأخذي الجائزة. كان قسمي من باب الثقة المطلقة في فضل الله عز وجل، والجهود الجبار التي رأيتها حقيقة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمام الإخوان، فأحسست أن الحظ سيحالفها، لا سيما مشروعها مشروع عمل يعني عملت عليه واجتهدت فيه. فكنت على يقين بالله عز وجل وأقسمت بالله. لما دخلت إلى آخر لحظة وهي ما زالت يعني سبحان الله أنا أضحك وهي تبكي، عندما أعلن الاسم سبحان الله انقلبت الآية، هي تضحك وأنا أبكي. فتقول ليش؟ قلت من ثقتي بالله عز وجل أن الله حقق أمنيتك، وأنت ضحكك بالفرح الشهادة. الله، فهذه المفارقة سبحان الله. أنا أنبك من والد وأنعم بها من ابنة. نعم. طيب سبحان الله، ودائما البنت لسان يعني ذكر الله على لسانها دائما. ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظها لك وإخوانها وأخواتها إن شاء الله، وترى فيها إن شاء الله المستقبل الواعد يعني، ونشوفها إن شاء الله عالمة سعودية تكتشف اكتشافات عالمية في مجالها إن شاء الله، خاصة أنها مبدعة في الكيمياء. كريم، إحنا ذهبنا من المملكة طالب وطالبة، وعدنا ب35 عالم وعالم ولله الحمد. يعرف الدكتور باسل أن أحد المشرفين وأحد العباقرة من آيسف الذي درس قبل 60 سنة في آيسف وهو بروفيسور أمريكي، أشاد بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين عندما قال أنا أشيد بحكومة المملكة العربية السعودية التي استثمرت في أبنائها وفي أجيالها. وهذه حقيقة لمسناها أكثر
لما وجدنا أبناءنا وبناتنا في هذا المعرض واستطاعوا أن يصلوا إلى ما لم تصل إليه دول أخرى سباقة في العلم، ولذلك يعني هذا هو الرهان بالتأكيد الذي بالتأكيد بالتأكيد. شكرا شكرا جزيلا لك أخوي ياس بجوي والد الطالبة موهوبة أريج بجوي، وخلينا نقول أريج بنت إياس بجوي الفائزة بالمركز الرابع في كيمياء. الله يحفظها لك، وإن شاء الله يا رب نراها دوما تحمل أعلى الشهادات وترفع علم وطنها عالي خفاق إن شاء الله.